المسافه يعني ان شاء الله قول تخش النت بعد ساعه. لكن انتوا الممثلين ديل طوالي يعني انت بتقول طوالي. مثلا النكته طوالي طوالي يعني في الحال انت بيجيك الزول ده عجبته ضحك ما ضحك كده اي فانتوا انتوا انتوا يعني شعوركم شنو حسي لو الواحد جاء قعد عمل له سكتشي كده وما في زول ضحك كله كله يعني يعني شنو بتحسوا بشنو؟ والله هو طبعا يعني يعني مش لسبب يعني قد يكون الجمهور جاء ما لقى مواصلات للمسرح مثلا جا بكرعين جا فتران النص النص اساسا اللي انتم بتادوا فوقه ما نص مضحك على الاطلاق او 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 لعده اسباب لكن احنا بهمنا رد الفعل بتاع الممثل تجاه تجاه جمهور غير متفائل. طيب المسرح هو ابو الفنون. نعم. يعني ليه ابو الفنون؟ لانه الاجابه من الجمهور مباشره يا قبلوك يا رفضوك. يعني مثلا انت عملت لك عمل انت قاصد تضحك الناس والناس ما تفاعلوا. نعم. معناه في خلل. نعم. في اشكاليه. فالمسرح ده نحن يعني انا ليا اسم ممثل سنين عددة ما داير اقولها يعني انا فاضل سعيد مثلت معنا 22 سنة عددة كثير يعني كويس 22 سنة في مسرحية ابو الدرداء تحديدا كنا شغالين في المسرح القومي 4 شهور كل يوم لما نجي اخش خشبة المسرح يعني لو كان في نفرين بس انا قلبي ده بيعمل دق 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 بخاف كانه لاول مرة اطلع خشبة المسرح ف اول ما ضحكوا لك نعم نعم وادوك الرياكشن بتاع الكوميديا اللي رميتها انت في الصاله اول اف طوالي انت بيزول الاحساس بيحصل لك ريلاكس ريلاكس طوالي الادوات بتاعت الذهن اللي بتشتغل بتكون حاضر لو حصل اي تفاعل بتضيف بتضيف يعني يقول لك خرج من النص اضاف في النص مرات ده من نشوه ايوه نشوه التفاعل كل ما الناس كانوا صحيح كل ما الناس كانوا ضحاكين زي لما المسرح والكوره زي بعض زي كل ما كانوا ضحاكين المقال بتاعك كده يقول لك والله يا زكريا اللي تقطعت بقرعة تكون المقالة الثانية بتكون انت ادواتك سنينة وقلمك سنين صحيح وبعدين بيكون عندك قابلية انك تكتب اكثر نعم نعم الجمهور بيضحك انت بتبدع كل مرة يعني مثلا في مدرسة الاستاذ فاضل السعيد النص بيبدا عنده بحكاية في للممثلين والحكاية دي بتتفجر بتعمل البروفات في البيت بتاعه في الصافية بعد ذاك اول العروض بتكون في بورسودان بحب بورسودان جدا جدا والصفاء الصعيد ففي حاجات بتسقط وحاجات بتمشي بتجي بناء على رياكشن الصاله بها فكده مرات المشاهد ده هو بيقوم بيقول كلمه الاستاذ بيسمعها بيعمل لها رد فكده فالصاله بتضيف لك والصاله بتنقصك ولو حسيت بانه الجمهور ده ما جيب لك معناه الخطا فيك انت ما اصل الجمهور ما غلط يعني الجمهور ترمومتر اه ترمومتر هو على حق نعم يعني مقياس وانا قدر نعمل نموذج كده مع الاستاذ زكريا حامد ما قال لي مرات انت بتقول يعني تكتب كلمه جميله او ساخره او تقول اذا كان نكته في زول كل ما بيتجاوب معك او بيقول لك ها حصل شنو بعدين يعني يطول النكته الميزه النكته تكون انا عايز اعمل نموذج نكتتين واشوف رد الفعل مثلا بالنسبه لبعض الناس اللي كان قراء ولا كان مستمعين او مشاهدين مثلا اذا حكى له نكته انا ده الزول يعني فهمه شويه كده يعني ما ساخر مثلا كويس تقبل السخريه ذاته يعني عايز حضور من المتلقي للسخريه عشان هو يتفاعل معه عشان تحس بانه مسالتك نجحت مرات بتجربها في مرات ما بيفهمها مرات ما بيفهمها دزول شويه كده ما يفهم عندنا عمنا هناك جاب له خروف في العيد قبل الفات عمنا في حلفه ايوه جاب له خروف من حلفه؟ اي من حلفه والله يا دول كيف امورك؟ الحمد لله اهان نبنا واصل ولا؟ جاب له خروف بعدين قام ودى الخروف وين؟ ودى الخروف لا الخرفان اليومين دي ذاتها غريبه خلاص يا اخوانا لكن انا ما قلت لك ودى الخروف لانه عايز اخش في الموضوع ايوه خش اي فلما ودى الخروف هناك لقى زول قاعد في المزرعه هناك أيوه. وقال له يا اخي الخروف ده امان عندك 3 4 يوم لغايه العيد امنوا الخروف اي ايوه فجاوب بعد 3 يوم قال له يا حاج وين الخروف؟ قال له والله الخروف ده الكلاب الضاله اكلت الخروف فقال لهم ها كيف اصدق الكلام ده؟ قال لهم نجيب مصحف قال لهم لا لا ما داير مصحف ما بصدقكم طيب نعمل لك شنو؟ قال له جيبوا لي جلد يا الراس
ايوه عمك الحلفاوي قال لهم اجيبوا لي الجلد يا الراس عشان اصدقه. هو شال الجلد؟ لا ما شال الجلد، هم الضبعوا القروف شايلين الجلد. فقام مشى قال لهم الجلد او الراس. فقام الراجل حلف له قال له يا اخي الكلاب دي ما خلت اي حاجه في الخروف. قال لهم ليه، خروف ولا باسطه؟ الخروف شال الخروف؟ لا ما شال الخروف، شال الخروف. والله كويس ما بطاله كويس. دار عندك واحده؟ اشوف رد الفعل يا زول، زول راسك كويس يكون قبوله ما في. مرحبا استاذ غريب، كيف تمام؟ كيف امورك تمام؟ عندك حاجات كده لطيفه كده نستمتع بها، حاجاتك اللطيفه دي. في ناس بيقول لك مثلا كده يطلبوا حاجه لكن هم لما تجي انت تلغي او تكتب وكده يعني رد الفعل برضه يكون يعني غريب شويه. استاذ عندك حاجه كده نضحك؟ والله يا اخي واحد بيسال ولده وقال له انت وين؟ قال له والله انا امتحنت للجامعه. قال له بتقرا وين؟ قال له والله بقرا في التغانة. قال له ما شاء الله، ها قام سنه انت قاعد في التغانة؟ قال له والله 8 سنه طبعا بربته وكذا كذا كذا كذا. لو حتتخرج 200؟ قال له السنه الجايه بدون الشهاده. قال له والله انا خايف يدوك شهاده يكتب عليك منتج اخر من معاويه البريد. الله يسلمك، والله سعدتني يا الله يخليك، الله يسلمك يا اخي. يا اخي سعاده الانسان لما تسعدونه كده والله الواحد يمشي كده، والله نقدر ندخل زياده. الحمد لله والله. شكرا لك استاذ، ربنا يعرف اذا حسناتك ان شاء الله. الله يعطيك العافيه يا شباب، زول لذيذ. تعرف انا قبل ونحن بنعيد في الحلقه دي زي سمعتك بتتكلم بلهجة أخواننا من غرب السودان، وأنا من هنا بحيي أخواننا، كل أخواننا في غرب السودان وفي شرق السودان وفي أخواننا برضو في جنوب السودان، وبقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. سمعتك بتتكلم بلهجة أخواننا في غرب السودان بصورة جميلة، أنا استمتعت يعني لأنه فعلا لغتهم جميلة. أنا عارف فيها شنو آيته لكن محتوياتها، لكن هي لغة جميلة. الحته دارين نسمع منها شويه وعشان المشاهدين معانا يسمعوا، وبرضه دارين نتعرض زكريا ويا مختار ويا احمد لمساله النكات عن القبائل، يعني كانت عن الشايقيه، عن الضناغله، عن الكده، عن الغراب، عن الجنوبيين، الرباطه، بل كده جميع القبائل دي. هل هي خصم على 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 الفكاهه ولا اضافه للفكاهه؟ فنسمع شويه والله انا بوجهه نظري انه اضافه. ليه؟ لانه زمان القبائل دي زي هي جزر معزوله، يعني كل قبيله قاعده كده. مثلا نحن حلفاويين لغايه العولمه ما كنا بندي بناتنا مثلا للشوايق ولا الجعلين ولا اي قبيله ثانيه في السودان. هسه مع العولمه والنت الثوره اللي حصلت دي في العالم كله، الناس فتحت القبائل. يعني ما في قبيله تقول انا القبيله طب وتقعد كده مكتوب. نعم. فحصل في زيجات كثيره جدا في الضناغله، في الرباطه، في النماذج. فالنماذج ونكاتهم حياتهم طلعت للناس باسم القبيله. يعني اقول لك مثلا الشوايق عملوا كده، والجعليين والحلفاويين والرباطه والمعرفه والغرب واهل الغرب وناس دارفور وناس كده والناس زبيديه وهدنده. انا بفتكر دي اضافه لانه ما بتخصم منها اصلا النكته والحاجات دي ما بتخصم، بالعكس انه كل ما نهار في بوتقه واحده. ايوه بعدين احنا هسه ناسنا قال ما بيزعلوا. هسه انا بكتب طوال بلدياتي في كتاباتي كلها، حتى لو ما منزول حلفه بنسب لهناك. ليه؟ لانه بيتقبلوها بكل روح يعني رياضيه. ما في زوج جاء قال لي انت ولا كذا، قال لي قلت كينا كذا ونقصتنا كذا، بالعكس انت كل ما اكون يعني جذورك تحت يعني عادي. يعني زول قال لي يعني والله مختار ايش يا اخي ليه يا اخي اي حاجه انا بقول والله ودي قال لي اخوي مختار ودي انا ما قلت له اي حاجه. بعدين في ناس بيقولوا يعني زي النفاذ ده، والنفاذ ده قولوا كلام كثير جدا جدا. صحيح. بخصوص سؤالك عن كوميديا اول طريقه الحرف في غرب السودان، اقترح اقتراح. اي أنا احنا قبل ما تقلد لنا اللهجه وتجيب على السؤال، انا يا جماعه زي اللي تغمضت شخصيه مزيا دي، شاعر كده غايب، انا حاسس كده ما تغمضت. استاذ احمد استاذ احمد انا باقي لك تغمضت شخصيه مزيا، لانه احنا اتفقنا انه الحلقه دي تكون بلا مزيا. اداره مشتركه جد. يعني حقيقه الانسان بيكون سعيد بوجود معاكم، فجد يعني انه هو في حاله بتاعت انه ملموم معاكم في جلسه جميله، ومنا استفاد من الفن ومن التمثيل ومن اقتباس الشخصيات. فجد يعني انا قبل كده دا اتكلم بس ما اتاحت لي الفرصه، بانه في القبول دي
مشكلة كبيرة جدا بتواجه الممثل، بتواجه الفنان، بتواجه العازف، بتواجه الدكتور، بتواجه الصيدلاني، بتواجه أي شخصية، لأنه ده أكتر إنسان بيكون بتعاشر مع الناس. لأنه وكمان ما شخصية من عبر كاميرا أو عبر مذياع أو أي حاجة، أنت بتقابل الشخص في بوشك بوشه. فده دي أنا بشوفها دي القبول من الله. صح؟ آه. القبول من الله دي يعني جد حقيقة، يعني دي مرحلة صعبة جدا جدا إنه الإنسان يعني يقدر الناس يتقبلها. وأخطر حاجة يعني إحنا زي ما قلت إن السودانيين ناس صريحين جدا، في ردهم واضحين. فيعني لو ما رادك ما رادك حيقول لك في وشك. دارين نريد لنا أغنية من أغنياتك الجديدة؟ آه دارين نريد لنا أغنية. نريد أغنية بعدين نجي بعدين نجي طلبتها الجديدة. أول أغنية اللي أنا غنيتها، الثاني أغنية دي خاصة بتاعتي من كلمات وألحان الدكتور كوباني. يعني ربنا يرد غربته وإنسان رائع. نعم بنحيي الدكتور كوباني. سنة هو طيب جد حقيقة، يعني إنسان رائع في كلماته وفي ألحانه، ويعني بيقف مع أي شاب، ما مع أحمد بس، يعني زول إنسان فاتح ذراعه لأي شخص يعني. فإن شاء الله نكون نحن إن شاء الله. أنا بس قبل ما أداني فرصة، هيا أحمد تغني لنا شنو؟ فرصة جاهزة بصراحة، فرصة جاهزة بعدك من حقك تطلب. احنا دايما بنطلب منه غنى، اطلب اي لا نوع حقيقه يعني. اطلب لا انا داير ان الحاجه ما تكون هناك. اطلب املا جماعه دي ممكن انا ادي المايك انت تغني اغنيه، ده يغني اغنيه، ده يغني اغنيه، يعني حاجه بتكون جميله ذاتها للناس تدارك الحاجه ان شاء الله. اغنيه الاغنيه الجايه من كلمات والحان عباس محمد عباس ومرين، والحان الاستاذ ولي زكي الدين، وأداء أحمد بورسودان. اسمها حسي شوية بي، حسي حسي لو سمحت، حسي يعني. أيوه. ها؟ أنا حسيس. قلي تخينه، قلي تخينه كده يعني. ها؟ قلي تخين وكده ولا قلب تخين؟ يعني الحالة دي يعني إحساس بتاع إنه شخصي ما 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 حاسس بك، ما حاسس بك، يعني أنت مهما أنت بتحاول إنك ترضيه وبتحاول إنك تتغرب إليه، فهو زي يعني زي ما جايب خبرك. لا جايب خبرك لكن بيتعالى عليك. أيوه بتعالى. حسي شوية بي، حسي وشعورك نحوي مدس تهميش وكذا. أيوة الأغاني السودانية فيها أحاسيس زي دي كثيرة. نعم بالضبط. قلبي بهواك وبريدك عاملة زي ما حاسة به. أيوة بغرض الغنية زي دي الأحاسيس دي خطيفة. إن شاء الله تنال رضا المشاهدين وتنال رضاكم قبلها، لأنه أنا جد يعني قاعد في منقد من نار فمتخوف منكم بأمانة. وين يا أستاذ؟ بريلاكس عيد.